اليوم في مدينة طنجة نختتم الدورة الأولى من برنامج أبشيفت واللي انضمته الوزارة بشراكة ودعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف وبتعاون مع وزارة التربية الوطنية من خلال شبكة مدارس الفرصة الثانية. الهدف ديال هذا البرنامج هو تمكين الشباب خصوصا الشباب في وضعية صعبة من الإمكانيات والتقنيات الكفيلة بتعزيز فرص وحدود الاندماج الاقتصادي والاجتماعي في المجال المقاولاتي بشكل خاص. وهذا البرنامج تم التنفيذ ديالو في مجموعة من المؤسسات ديال دور الشباب والأندية النسوية بالإضافة إلى مدارس الفرصة الثانية، والهدف كما قلت هو تعزيز فرص النجاح الاجتماعي للفئة ديال الشباب بالخصوص في هذه الجهة من المملكة في أفق التعميم ديالو على جميع دور الشباب بجميع جهات وأقاليم المملكة. احنا يا جمعية اللي كتواكب المشاريع المقاولات الصغيرة، وحنا شركاء في هذا البرنامج أبشيفت، شركاء اللي خدمنا مع الوزارات والمنظمة يونيسيف اللي نحييو هذا المشروع هذا مع هاد الشباب في منطقة طنجة. عشرات ديال المشاريع اللي واكبناهم شحال من شهور هادو، واليوم كنديروا اختتام ديال هاد المرحلة التجريبية، وجد تسرين لان من الاول دابا شفنا البصمه ديال هذا البروغرام أبشيفت ديال اليونيسيف اللي طبقناه مع الوزاره هنايا في المغرب. شفنا البصمه ديالو في على هاد الشباب وعلى المشاريع ديالهم، وحتى على كيفاش ولاو في الثقه ديالهم في النفس، وكيفاش كيقدروا يهضروا ويفسروا ويكونوا عندهم افاق ويبغيو يخدموا في المصير ديالهم وفي المجتمع ديالهم، البيئه، المحيط ديالهم، ويقدروا يبنيوا المستقبل ديالهم بواحد الثقه وبواحد بحال درنا لهم سميتها الوقفه الاولى، وهم دابا عندهم باش يكملوا. تبارك الله عليهم، هذا الشيء اللي غنقول اليوم. جزاهم الله باش نخدموا واحد التطبيق اللي من خلال ديالو يمكن انني توصل الحمد لله. الايام كانت مزيانه واستفدنا بزاف صراحه. المشروع كان في مستوى اللي اول مره ربما كنشاركوا في شي مشروع بحال هذا في المغرب هنا. طبعا المشروع ديالنا هو عباره عن واحد لابليكاسيون اللي كتخدم وسيط ما بين الناس اللي كيسوقوا السيارات في مدينه طنجه وما بين الميكانيسيان اللي كيتواجدوا في مدينه طنجه. هذه هي الفكره الرئيسيه ديال المشروع ديالنا. طبيعه ديال المشروع هو عباره عن، قلت لك، عباره عن ابليكاسيون، يعني نشتغلوا باغ انترنيت. وبالنسبه للافكار المستقبليه كنفكروا ان شاء الله نوسع المشروع ديالنا اللي نخدموا فيها المغرب كامل ان شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.